13 14 نرجع مصطفى للحديث عن الانتخابات البلدية توا، وهو حدث هام في تاريخ تونس. الناس كل تحكي على الانتخابات البلدية وما أفرزته هذه الانتخابات، دونك باش نحكيو على الموضوع هذا فيما تبقى من الوقت من مختلف الجوانب نتاعو، من مختلف وجهات النظر. دونك أول حاجة مصطفى اللي لاحظناه ولا لاحظوه العباد الكل هو عزوف كبير جدا من المواطنين التونسيين على الانتخابات هذه. باهي، باش نحاولوا نرجعوا العزوف هذايا للأسباب الأساسية نتاعو. الأسباب الأساسية في نظري وفي نظر العديد، وإذا كنت تشاطرني رأي مصطفى، هي فقدان الشباب التونسي، خاصة فئة الشباب في الطبقة السياسية الموجودة حاليا. فقدان الثقة هذا منين جاي؟ جاي من العرك اللي شفناه في البلاتوات ما بين السياسيين، جاي من العرك اللي شفناه في مجلس نواب الشعب وفي مجلس تأسيسي قبله، جاي من بعض المستويات متاع الناطقين الرسميين باسم أحزاب سياسية وقيادي أحزاب سياسية معينة اللي موجودة في الساحة. دونك جاي خاصة زادا لأنه الشاب ما تجمش تقنعه أنت باش يمشي ينتخب. برشا شباب تلقى الولي نتاعو والده يسالو يقولو برا امشي انتخب، يقولو لا، يقولو علاش، يقولو شنو عطاونا وشنو عملونا، وين الوعود نتاعهم. شفنا برشا كميه هائله من الوعود الانتخابيه سواء في 2011 سواء في 2014 الا ما تم منها تقريبا حتى شيء، بالعكس شفنا عكسها. دونك وعود بالتشغيل، وعود بالنهوض باقتصاد البلاد، وعود معناها على المعيشه، معناها باش تتحسن المعيشه، هنشوف فيها قاعده تطلع المعيشه كل يوم. دونك المواطن ولا بالتالي معناها ما عادش عنده ثقة في السياسيين الموجودين وفي الأحزاب، وهذاك باش نفسره زاد صعود أو طلوع القائمات المستقلة، عديد القائمات المستقلة تقريبا أليشان ناسيونال، معناها على مستوى وطني برشا قائمات مستقلة جابت مراتب متقدمة برشا في البلديات التونسية. بون هنا بعد بتبيع المستقلين حسب آخر ما صدر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات، المستقلين يحتلون المرتبة الثانية تقريبا أليشان ناسيونال. باهي مصطفى، خلينا نحكيو ساعة توا على لي شيفر. لي شيفر اللي متواجدين هما 5.3 مليون مسجل في الانتخابات، دونك نحكيو من جانب آخر توا على الانتخابات. قداش من واحد انتخب منهم؟ 1.7 مليون، ما يعادل 33.7%، هذه نسبة المشاركة في الانتخابات. نعاود نذكر 5.3 مليون انسكري مسجل في الانتخابات، هذاك علاش ما مشاوش يسجلوا كما كنا نحكيوا للأسباب اللي كنا نذكروا فيها. باهي نحكيوا توا شكون أكثر جاب. حزب النهضة جاب 27.5%، وحزب نداء تونس بعده 22.5%. باهي لهنا فما توا معناها شيفر مهم جدا، معناها نجمو نغزرو له، راهو 27.5% هذه نتاع حزب النهضه مثلا راهي ماك 33.7% من اللي شاركوا، معناها ماهيش من 5.3 مليون تونسي الا قيدوا في الانتخابات. معناها البورسنتاج الصحيح شنو يطلع؟ يطلع 8.8% بالنسبه للنهضه و7.2% تقريبا بالنسبه للنداء. السؤال اللي طرحوه العديد لهنا، هل ب 8.8% معناها باش نحكموا تونس، باش نحكموا بلديه تونس؟ بون هذا سؤال بالطبع مشروع، لانه الارقام تتكلم لهنا 8.8% الاقوى حزب موجود 8.8% حتى شيء. معناها في دول معناها ديمقراطيه وتحترم روحها، نقول يقول لك سي لو تو دو بارتيسيپاسيون ايت انفيريور ا 50%، اذا كانوا اقل من 50% دونك لي زيليكسيون ماهمش سينيفيكاتيف، ما عندهم حتى قيمه. هذا في عديد الدول الديمقراطيه الاخرى. بون احنا بالطبع باش نحكيوا على تجربه جديده، وهذا لازم نتفاهموه كمان. بون تختلف زاد على الانتخابات التشريعيه والانتخابات الرئاسيه، لانه لهنا الناخب باش ينتخب ولد بلاده، ولد حيه، يمكن من عائلته. شفنا القائمات كلها تقريبا معناها اولاد الجهه واولاد المدينه واولاد البلديه، دونك هنا يمكن تختلف شويه نظره. بون العزوف مصطفى لشنو ترجعوا؟ هو عزوف لمحاله ملحوظ كما قلنا، معناها عزوف كبير برشا، وشفنا حتى لكاتيجوري داج الفئات العمريه اللي مشات تنتخب كلها 40 فما فوق تقريبا، دونك فما غياب شبه تام لعنصر الشباب. والله بالنسبة للعزوف يعني هذه ثالث مرحلة 2011-2014، والاستحقاق الانتخابي لهنا بالنسبة للبلديات العزوف يعني عادي. علاش عادي؟ لخاطر كما ذكرت انت عبد السلام، خاصة في الشباب، يعني لما هذه الحكومة أعطت برامج وما نجمتش تتوفق لأسباب أو لأخرى أن تطبق كل البرامج، الشاب هو شنو يطالب؟ يعني يطالب يقول لك نكمل قرايتي،
بعد نخدم على روحي نكون عائلة نكون مستقبلي كأيها الشباب في العالم هذا الكل. ولكن ما رأنا اللي نسبة البطالة يعني فقط الحدود وفقط يعني حتى المسافات الكبيرة أمتع كل الدول يعني أكثر من 28% في دولة تلقى نسبة البطالة خاصة في نسبة البطالة متاع اللي الشباب العاطين العمل بشهائد أو بدون شهائد تفوق 30%. يعني هنا سؤال يطرح نفسه الدولة كيفاش يعني شنو استراتيجية متاعها متاع التحكم في نسبة البطالة. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية أغلب يعني أغلب الشباب لهنا لما طلعنا إحنا على الجرائد ولا سبر الآراء ولا خاصة الفيسبوك اللي هو ولا بالنسبة لنا إحنا المصدر الأول للمعلومات ومن الفيسبوك إحنا نقوم بالاستنتاجات متاعنا. الشباب قالك إحنا كنا ساهمنا في 2011 في الثورة وهذا طبيعي. ساهمنا في الثورة لماذا؟ لأجل الخبز والماء ولأجل العمل والتشغيل. وعود كانت يعني وعود زائفة في 2011 حتى 2014. انتظرنا يعني لحظة ثانية اللي هي 2014 انتظرنا التشغيل انتظرنا التنمية ولكن قلت لأسباب أو لأخرى ما زال الشباب ينتظر في الأمل متاعه. ولكن من 2014 ل 2018 يعني أغلب الوعود لم تحقق لحد الآن. ما نتصورش أن الحكومة باش تنجم تحقق يعني الشيء الكثير اللي متاح لها في يعني في السنة الأخيرة 2018-2019. خليني نسأل هنا ساعة سمحني. فما وعود انتخابية ما قبل انتخابات البلدية متاع 2018 إن شاء الله كما قلت هو توا لإعادة الثقة معناها للمواطن التونسي البسيط وللشاب التونسي يلزم الأحزاب السياسية هذه تراجع روحها تراجع الوعود الانتخابية متاعها شنو حقت منهم وشنو ما حقتش. هي بالطبع ما حقت منهم حتى شيء براتيك ما. تراجع سياساتها تراجع الناس اللي تقدم فيهم في الإعلام باش يمثلوها وباش يحكيوا عليها وباش يحكيوا على سياساتها العامة وباش يحكيوا على عديد الجزئيات السياسية متاعها. بون هنا فرصة لهذه الكل باش تراجع. وكيف حبيت نسألك سؤال فكاهي شوية مصطفى. دونك فما تو وعود ما قبل انتخابات بلدية 2018 مثلا نحكيوا كما كنا بكين نحكيوا على الويفي. اسكو الويفي باش يتعمم في المساجد اللي ربح فيها الحزب اللي وعد به ولا لا؟ لهنا اسمعني لهنا الوعود هذه خاصة الوعود التكنولوجية راهي الدولة تقوم بها مش حزب. راهو الويفي بالنسبة للأشخاص يعني تحكي حتى مع وزارة التكنولوجيا ولا تحكي حتى يعني الموردين متاع من غير ذكر أسماء لدي علي تشهير الموردين متاع الريزو ناسيونال وانترناسيونال يقول لك راهو هذا برنامج حكومي. راهو الويفي كي يتسيب وراه برشا حاجات يعني لهنا فما معلومات فما يعني استقراءات فما لهنا فما سرقة. وزارة الداخلية لازمها تكون محيطة بالعالم الكلي كي العالم هذا الافتراضي. فما لهنا تكنولوجيا اللي لازمها تكون متاحة للجميع. يعني انت مثلا خلية إرهابية تشتغل في أي نقطة من مناطق تونس وتستعمل الواي فاي ومن خلال الواي فاي هذيك فما خدمات مجانية. يعني كيفاش احنا باش نحاسبوها؟ كيفاش احنا باش نعملوها؟ لهنا انت ماشي تصلي ولا ماشي تمشي تعمل الواي فاي؟ يعني انت ربع ساعة ولا أربع دراج ولا نص ساعة انت بتاع صلاتك يعني ستخشع لله او تخشع يعني لصديقك في لهنا. حتى وزارة التكنولوجيا يعني بتم تعميمها وبكل ما لديها ما تنجمش تعمل المشروع هذا. شتقول لي سبق يعني الانتخابات وكل من الصعب او لنقول من المستحيل يعني الاجراء هذايا يكون لدى حزب او لاخر وما تتكفلش به الدوله. والدوله يعني الشعب هو اللي بيساهم في هذه التكنولوجيا لانه فما قياديه في الحزب هذا. اكدت اليوم الصباح او امس تقريبا في تصريح لراديو قالت التوانسه سينعمون بالواي فاي معناها بعد نتيجه الانتخابات هذه وفوز انتصار حزبها. التوانسه من ضمن الحاجات اللي باش ينعموا بها هي الواي فاي ان شاء الله يعني بارك الله فيها. لذا اني اول واحد يعني مش نرجع المودام نخلص عليه يعني امل طاء لان نرجعه يعني للسيد اللي خذيت من عنده المودام وماش نخلص يعني. انت دارك يعني قريب المسجد تقريبا لا مش بعيده برشا وفي اخلاق. ما احنا عاد في المستير في بالي معناش الحق في الويفي مستير المدينه ما صعيب شوي. لهنا يا عسلام الوعود لازمها تكون اكثر جديه من الويفي خاطر الشعب التونسي مش يستنى في الويفي. راهو الشعب التونسي يستنى تطبيق وعود. ولازم هنا نقراو الارقام. راهو عبد السلام كنا احنا اكثر من 60% اللي قام بالانتخابات يعني بعد الثوره 2014. يعني حزب النداء يشوف روحه قداش بالنسب وبالارقام قداش يعني فقد
الناخبين نتاعو فقط يعني هذوكم المليون قاعدة قاعدة. خلينا نذكروا مصطفى مهم جدا، هذوكم المليون امراه اللي صوتت الحزب نداء تونس على في 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 راي العديد من المحللين السياسيين توا اللي نشوفوا فيهم ولا يعطيو في رايهم معناها وارجومونتي بالحجج. دونك يقول لك هذوكم المليون امراه اللي انتخبوا نداء تونس لسبب معين، وهو الحفاظ على حداثه الدوله التونسيه من التنظيم الاخر اللي كان موجود ولا مازال موجود وتصدر توا الانتخابات. دونك هذوكم المليون امراه اللي خيب امالهم حزب نداء تونس هاكم مشاوش صوتوا، هذا مشالوا برشا العديد من المحللين ومنطقي نوعا ما، لانه شفنا معناها عدم رضا من ناخبي نداء تونس بعد التحالفات والتوافقات المزعومه اللي صارت، وبعد تونس طائر يحلق بجناحين معناها جناح النهضة وجناح النداء وغيره من التصريحات هذية وغيره من التوافقات هذية. دونك الناس ماهيش راضية بالشيء هذية. لا بروفوني هوك أكدوا في الانتخابات البلدية، وهك المليون امرأة لمشيت تجري كما قال العديد معناها لوحة صغارها ولوحة فطورها في الدار ومشيت تجري تصوت حفاظا على مكاسب الدولة الحديثة وغيره. دونك كلاو كف معناها انتروتر معناها هذيك علاش ما مشاوش توا ينتخبوا. والله يعني لهنا فما يعني فما وجهة نظر، يعني احترم وجهة نظر نتاعك ولكن فما وجهة نظر اخرى. احنا في تونس ما تعلمناش نناقشوا الافكار. احنا توا احنا حتى يعني شوف يعني حتى في ولاية المنستير يعني في معانا اصدقائنا يعني في تونس الكل هكايا، انت يسال يقول لك بربي ليست شكون، يعني انت ليست نتاع شكون. لهنا فما البرامج المواطن التونسي لم يكن على اطلاع على البرامج بكلها. يعرف كان رؤساء القائمات وهذا خطا استراتيجي كبير. ما تخلش في نقاش مع القائمات البرامج، لنقول اغلب البرامج يعني برامج تحب لها يعني ميزانيه نتاع 4-5 دول مش ميزانيه نتاع بلديه بسيطه. هذه حاجه الثالثه. والحاجه الاخطر اللي اكثريه البرامج اللي احنا شفناها نحكي على مدينه المنستير هي برامج ما كانتش موثقه بالارقام. راهو اي برنامج لما يكون موثق بالارقام والاستطلاعات والراي يكون بلو بيرتينون. راهو يعني حتى احنا في خدمتنا نخدم على مشاريع ونخدم على برامج الافكار عن استراتيجيه وعن احصائيات، يعني تكون يجب ان تكون دقيقه حتى فما نسبه الخطا نتاعها ما يزموش تتجاوز 0.4. واضح. ما دون ذلك يعني ما نجموش نحكيه. ولكن لهنا فما الاتهامات متبادلة في الفيسبوك، يعني فما تخوين للأشخاص اللي ما لم يقوموا بواجبهم أو بحقهم الانتخابي، وفما الأخرين فما تخوين من شيرة أخرى يقول لك أنت يا أخي انتخبت حزب كذا تلقاه أنت في أحضان حزب آخر لذا أني باش نعاقبه. لا راهم ميزناش ننساو اللي حتى القوائم المستقلة راهي كانت عندها برامجها، كانت عندها شخصياتها، كانت عندها استطلاعاتها، ولا نحقر أي شخص ولا نحقر أي برنامج. يعني إذا نشوفوا لهنا فكرة جديدة اللي القوائم المستقلة يمكن أن تكون أحزاب جديدة. ردوا بالنا من لهنا. راهو إذا نخرجوا من اللي احنا نعاقبوا الحزب الفلاني على حساب حزب الثاني، ولكن لهنا نعطي قيمة للأحزاب الكليكية. الخاطر فما نعطيك يعني كمثال يعني في سيد علي بن عون النهضة والنداء وحزب حركة الإرادة، يعني التداول هذا في الفيسبوك رأتها يعني في الفيسبوك. لهنا فما تضامن ثلاثي جديد في سيد علي بن عون يعني بلدية وحدها، وهذا معناتها لقى ردود فعل كبيرة سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالضبط من تقريبا من المنتمين للأحزاب الثلاثة هذوما اللي عملوا الشيء هذا. باهينا باش نختموا مصطفى نحكيوا على الانتخابات في مدينة المنستير. المدينة المنستير تلقن درسا قاسيا للحزبين الحاكمين للجناحين. دونك المنستير لا ترجح الأجنحة التي تحلق بها تونس على رأي العديد. دونك درس واضح وقاسي جدا. دونك هو نتيجة الانتخابات في المنستير. دونك قائمة مستقلة هي اللي تربح وتكتسح تقريبا مدينة المنستير، وبعدها الجناحي طائر الذي تحلق به تونس لا يمشيوا تقريبا زاد كيف كيف، خمسة مقاعد خمسة مقاعد تقريبا إلى حد الآن. دونك المنستير التي خلقت نداء تونس، لانه انبثق عن نداء الوطن من المنستير نذكره، هذا يخدمناه مجموعه كبيره جدا من شباب المنستير خدمته، ومجموعه كبيره جدا من الاعلاميين ومن السياسيين وغيره، الناس اللي خدمته خلقت نداء تونس في المنستير. كيف كيف
في انتخابات 2014 الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية نتذكروا إلى المنستير تقريبا نداء تونس في المنستير كان عنده أعلى نسبة تصويت في كامل تراب الجمهورية تقريبا الأولى ولا الثانية حتى في بلدي يعني 40% يعني منستير يعني تحقق الرقم القياسي كالعادة يعني كالعادة. هذا بالنسبة للانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية. وهو توا المنستير شنو تقول لكم؟ تقول لكم ما عادش حاشتنا بالتوافق هذا، وكأن المنستير جاوبت معناها مصطفى على التوافق وكانت مثال كيف هنا كيما صنعنا كيما نطلعوا كيما نهبطوا. يمكن هذا اللي مشالوا عديد اهالي المنستير ولا شفتوا في تعليقاتهم شفتوا في تفاعلاتهم سواء في الشارع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، معناها ردوا بالكم. هنا يعني لهنا يعني تلخيص لكلامي، خلينا نحكي على مدينه المنستير، يعني فما هناك الخبره ستعود يعني لله الخبره نتاع الاداره، يعني جزء قائمه مستقلين يعني نعرفوهم وهم يمثلون الخبره، لكن فما يعني قائمه اخرى مستقله ايضا هناك الطموح نساوش يعني ما نقلوش من شانهم. فما مجتمع مدني خدم في مدينه المنستير، فما قائمات مستقله اللي هي باش تعمل الموازنه ما بين كل الاحزاب. يعني اني واحد شخصيا فرحان برشا بالتوازن الجديد هذا، على قليله نجربوا حاجه جديده، على قليله نشوفوا المشاريع جديده ما بين كل الاشخاص وبين كل وهذه هي الديمقراطيه. راه الديمقراطيه لازمك تمشي تتوافق مع كل الاحزاب مع كل الافكار وتكسب الثقه نتاع كل الاشخاص وخاصه تتاقلم مع كل الاوجه السياسيه الموجوده. وان شاء الله يعني يملقوا منا كان كل التشجيع، وبرافو لكل المشاركين في الحملات الانتخابيه ومبروك اللي طلعوا الكل. مبروك لتونس اولا، مبروك لتونس بالطبع للديمقراطيه التونسيه. نختموا مصطفى الموضوع هذايا بشكل نهائي. المنستير مسقط راس الزعيم بورقيبه، معناها رساله قويه جدا في بعدها الرمزي وفي بعدها الاعتباري. دونك ما حشتناش لا حشتنا بالظالمين ولا حشتنا بمن حط يده مع الظالمين. نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم. قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبد السلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد فيتيس. إكسيد فيتيس.